إطلاق أول منصة بمصر متعلقة بالإيكو سيستم بالريل استيت أو بالتطوير العقاري. موضوع غريب شوي ما هيك؟ طيب خليكم معنا لتعرفوا أكثر عن إطلاق هاي المنصة وشو بتشتغل هاي المنصة بالضبط. بس بالأول ما تنسوا تعملوا لايك وشير وما تنسوا تفعلوا جرس التنبيهات لحتصلكم كل الفيديوهات الجديدة من أنبوكسينج مينا والتغطيات الحصرية اللي عم نغطيها. مرحبا، محمد طارش معكم من أنبوكسينج مينا. نحن اليوم موجودين بجمهورية مصر العربية القاهرة، تحديدا بأوتيل الماريوت مينا هاوس اللي حد الأهرامات، عم نغطي مؤتمر إطلاق منصة نوا برو المتعلقة بالإيكو سيستم للتطوير العقاري أو للريل استيت بشكل عام. منصة تفاعلية رقمية لهذا الدومين أو لهذا السيكتر. لتعرفوا أكثر عن هذا الموضوع خليكم معنا، بس بالأول خلينا نشوف هيك فيديوهات عن المؤتمر بشكل عام كيف كان. حنرجع نشوف الانترفيوز مع السي او تبع هاي المنصة ليحكي لنا أكثر عن هاي المنصة وعن التفاعل الزوار هاي المنصة كيف حيتفاعلوا وكيف حياخذوا الريزولتس اللي هن بدهم إياها. خليكم معنا. أنا يمكن حضرت النهاردة، بس أنا كان عندي فكرة كاملة من قبل ما أحضر النهاردة، أني كنت قعدت مع المهندس محمد إبراهيم وعمل لي يعني فول برزنتيشن على الموضوع. فأنا طبعا مؤمن جدا بالموضوع وشايف أن يعني دي نقلة جيدة جدا للسوق. الموضوع يتلخص في كذا نقطة. أول حاجة أن توفر المعلومة، بما أن المعلومة هتتوفر ده هيحل مشاكل كتير قوي وهيقرب وجهات نظر كتير قوي وهيساعد متخذ القرار. أي متخذ قرار، نقول المشتري مثلا، هيساعده على اتخاذ قرار. زي ما احنا كشركات استثمار عقاري لما اجي اخد قرار بمشروع جديد او محتاج معلومة، فهذا المشتري محتاج لمعلومة، فالمنصة دي هتوفر المعلومة دي. نقطة مهمة جدا. النقطة التانية هي هتوفرها عن طريق التكنولوجي، وإحنا عارفين النهاردة إن في حدود 70% من حياتنا اليومية تعتمد على التكنولوجي. طيب المعلومة توفرت والتكنولوجي توفرت، دي تحرك السوق وتعمل طفرة جيدة جدا ممكن تكون في قمة في النجاح يعني. أستاذ عبير، يمكن حقيقة النهاردة بنتشرف بيكي في حفل الإطلاق الرسمي لمنصة نوا برو. أحب أعرف طبعا من حقيقة نستغل تواجدك معنا، انطباعك الأولي عن المنصة وشايفة إزاي نوا برو هتقدر إن هي تفيد سوق العقارات المصري. طبعا أنا سعيدة جدا أن أنا موجودة معهم النهاردة، والحقيقة لما الدعوة وصلتني ما كنتش فاهمة الموضوع قوي، لأن إحنا بنحضر مؤتمرات عقارية كتير لكن بنتكلم في فايل معين، التسويق، إدارة المشروعات كده. لكن النهاردة تكلمنا عن تكامل المشروعات. الحقيقة أنا شايفة فكرة رائدة،
فكرة يعني اتأخرت في مصر كتير لأن احنا شفناها في بعض الدول في العالم العربي، لكن أنا متهيألي تأخرها ده مفيد في إطلاقها في الوقت ده ما بين ظروف جائحة كورونا على العالم كله وإحنا بنطلق مبادرة قوية زي دي، ما بين إن احنا بنصدر للعالم إن احنا برضو في وقت زي ده شغالين وبنشتغل في فكرة التكامل العقاري للكيانات. النهاردة طبعا الناس اللي حضرت الحقيقة رموز العقار في مصر وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، شركات بتعمل في مجالات عدة، البنوك وتواجدها. الحقيقة النهاردة يعني كان يوم مكتمل من المعرفة العقارية. والله أنا شايفة أن اللي هيستفيدوا أكتر العاملين في الخارج، الشريحة الكبيرة اللي احنا دايما بنستهدفها، يعني هو فعلا محتاج يبص على المنصة دي ليطمئن قلبه يعني ويبقى يعني وهو بيحول أموال لشراء منتج عقاري يبقى عارف مين اللي بيديره ومين المصمم ومين اللي عمل لاندسكيب ومين اللي عمل الأسانسير والخدمة اللي هتجيله بعد كده. فأنا شايفة أن الشريحة دي يعني الفايل ده مهم جدا بالنسبة لها، في ظل برضو بعض الجنسيات الأخرى اللي ابتدت تشتري العقار في مصر مع سياسات الدولة اللي وضعت لتقنين شراء الأجانب في مصر. الحقيقة هي منصة مهمة وبدية بداية قوية والانطباعات الأولى تدوم. طيب، هي منصة نوا برو نتيجة تفكير فترة طويلة ودراسة خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، لأن وضع السوق كان فيه توسع كبير قوي ونقص كبير في المعلومة، فكل ما المشروعات بتزيد كل ما المعلومات بتزيد ومفيش حاجة بتجمع المعلومة مع بعضها، فكان هنا احتياج كبير قوي لان في شكل من اشكال التنسيق والتكامل، مش بس على مستوى يعني اللي انا بكلمك عليه ده مستوى السوق العقاري نفسه، احنا اللي بنتكلم عليه منظومة شاملة تخدم العميل بشكل مناسب، يبقى فيها المطورين وبقية مقدمي الخدمة زي مهندسين الديكور، شركات التشطيب، المكاتب القانونية، شركات التمويل، شركات الفاسيلتي مانجمنت، لان دول اللي العميل بيبقى محتاج بيهم يقيم هو هيتحرك الفترة اللي جاية مع مين، هيقدر يروح فين، ايه اللي هيبقى مناسب ليه، كل واحد على حسب طبيعة عقاره. معظم الناس بتتكلم على العقار السكني بس، هم ده اللي بياخدوه وبيتحركوا على اساسه. العقار غير السكني النهاردة بقى في كم ناس بيتكلموا عليه وهم مش فاهمين الاساسيات بتاعة العقار غير السكني، ايه مواصفاته والعميل بتاعه محتاج ايه، وعلشان خاطر يبقى فعلا يدار بشكل مناسب. فنقص المعلومة كان السبب الاساسي ان احنا نتحرك ان احنا نعمل منصة نواقو. حضرتك كمستخدم بتخش بشكل سلس جدا، اول لما بتدخل بتلاقي ان المنصة بتسألك هل انت محتاج وحدة ولا محتاج خدمة، مجرد ما هتقول انا محتاج وحدة او خدمة هيقولك انت محتاجها في انهي منطقة، ويبتدي يطلع كل المتاح في المنطقة طبقا للاختيار بتاع نوع العقار اللي انت عايزه، سكني او اداري او تجاري او صناعي ايا كان. ولو انت ما دخلتش على الطريقة بتاعة السيرش العادية هتلاقي فيه سيكشنز اساسية، اقسام واضحة، قسم مكتوب عليه البناء والديكور والتصميم والديكور، هتلاقي فيه قطاع مكتوب عليه التشطيبات، خدمات التشطيبات والبناء، هتلاقي فيه قسم تاني مكتوب فيه الخدمات القانونية، هتلاقي فيه قسم مكتوب فيه إدارة المنشآت، هتلاقي فيه جزء للمطورين وجزء لشركات التمويل. فالموضوع هيبقى واضح ويخلي العميل يبقى إن شاء الله تبقى التجربة بتاعته سهلة، ويهمنا إن احنا نعرف فيدباك من الناس، لأن الفيدباك من الناس هو ده اللي هيخلينا نقدر نطور والدنيا تبقى أحسن بعد كده. طيب، أنا عايز أقول لكل رواد صناعة العقار سواء كان مطورين أو مقدمي خدمات، مفيش حد بيقدر يقدم خدمة لوحده، مفيش حد لو قدر يقدمها جزء من الوقت ما يقدرش يكملها أكتر من كده. كلنا مع بعض وإيدينا في إيد بعض هنقدر إن احنا نوصل معلومة أكتر، هنبقى في مكان مختلف، كلنا هنستفيد، كل اللي بيقدم خدمة وبيقدمها بشكل أمين ومتقن أكيد هيبقى ليه مكان مختلف، محدش هيقدر يستمر لوحده لفترات طويلة، فلازم كلنا نتعاون ونتكامل لأن هو ده المفتاح السحري للفترة اللي جاية. احنا كلنا مع بعض هنقدر إن احنا نوصل لمصر جديدة بجد. بآخر هذا الفيديو بتمنى تكونوا حبيتوا هذا الفيديو. لتعرفوا أكثر عن هاي المنصة فيكن تشوفوا اللينك تبعها بالدسكريبشن تحت، وما تنسونا كمان من اللايك والشير وتفعلوا جرس التنبيهات لتصلكن فيديوهات لكل المؤتمرات والإيفنتات اللي عم نغطيها بشكل حصري من أنبوكسينج مينا. من مصر، من القاهرة، دمتم بخير، الله يبعد عنكم كل شر.
مع السلامه.